طب في من ده برضه المقاس اللي قلت لك عليه ده الحركه ما كناش انا جسمي كنت انا عندي عليا كنت شد مستورده ولا ايه بقى نوعها ايه نوعها فيتنامي كنت فيتنامي ب 200 جنيه يا بلاش هاجي افتح طبعا عامل والله هو بيفهم يعني ايوه ماشي ما معروف ان الاسعار متغيره في تصفيات دلوقتي في تصفيات عشان احنا في شهر 8 وكده بعد كده الاسعار بتزيد يا جماعه كوتش اهو الفيتنامي ده ب 120 جنيه ده تصفيه سعر تصفيه لكن ده مش السعر الرسمي بتاعه يعني لما تيجوا في اي وقت وتلاقوه غلى عن كده ما تقولوش ان انا يعني بقول اسعار مش موجوده ده الاسعار الحاليه يعني شايفين الشنط ب 200 السكتشر الحريمي كل دي كوتشيات مستوردة يا جماعة ده مستورد ومعمول عليه تخفيض الأيام دي 120 جنيه عشان يعني شهر 8 عشان المدارس كده يعني الحقوا اللي يعني التخفيضات دي وتعالوا هاتوا لأولادكم اهو 39 روح يا رماد سكتشر ده سكتشر تبي يا جماعه عامل 200 جنيه ريشه
ولكن كوتشيات الأطفال اهي عاملة 110. صناديل النونو ده 55. الصناديل الكبيرة والشباشب صناد الأطفال بكم ده؟ سعره كام؟ سعره كام؟ سعره كام الصناد الأطفال ده لو سمحت؟ كام؟ شونات وكوتشير انا جبت لكم الجوله دي يا جماعه عشان يعني جميل حلو شباشب شكلها ما صورتش الشبشب ده ب 115 ودي ب 170 كبير والكاجوال دي ب 120 ودي ب 105 كلاسيك دي 105 دول ب 105 دي ب 70 70 عندنا 32 تشكيلة حلوة قوي من الصنادل الجزم للأطفال الكبار كوتشيات بكم اسعار الشوزه دي متوسط اسعارها كام يعني دول كام اه 210 دول 210 ده جلد ايه ده جلد طبيعي جلد طبيعي يا جماعه ب 210 الشوز ب 210 جلد طبيعي كلاسيك وكلب جلد طبيعي المكان ده مدى كل ده جلد طبيعي عند اولاد زكريا ده الموديلات اللي موجوده السنه دي اهي في حاجات ب 175 يعني دي مثلا ب 175 في حاجات ب 140 وفي حاجات ب 140 زي ايه 140 دي بص يا فندم انت عايز تقول الجزء ده كده ب 140 جنيه كل ده ب 140 جنيه كل ده ب 140 جنيه جلد طبيعي تعالي برده 140 جنيه كل ده ب 100 ثواني كل ده ب 140 جنيه الجزء ده كله ب 140 جنيه طب الكوتش اللي فوق ده السكتشر ده بكام؟ ده مش سكتشر ده كوتش شوكر ب 95 جنيه الكوتش ده ب 95 جنيه يا جماعه رجالي 85 جنيه وده ب 85 جلود طبيعية كله جلود طبيعية يعني من رينج 140 اقصى حاجه موجوده 240 اقصى حاجه موجوده 240 دي الاشكال اللي موجوده 140 جلد واللي ب 240 كله جلد كله جلد طبيعي عند اولاد زكريا العنوان العنوان فين يعني ممكن تقول 17 شارع العسيري العتبه 17 شارع العسيري العتبه عسيري ولا عسيلي العسيري عسيلي بالله من شارع الرويعي من شارع ايه الرويعي من شارع الرويعي 17 شارع العسيلي العتبة من شارع الرويعي ده العنوان مش واضح الحساب الكوتشيات دي 165 175 150 اهو كوتشيات الكاجوال يا جماعه اهي اهي
الكوتشي ده ثمنه كام لو سمحت؟ ده ثمنه كام؟ ب230. والله شايفاه في مكان تاني ب320 جنيه، يعني مكان مشهور ومعروف برضه. هنا اولاد زكريا ما تدوروش، يعني اي حاجه تخص لبس الشوز يعني انتوا هنا هتلاقوا عند اولاد زكريا، يعني بناتي اولادي رجالي حريمي اهو. تشكيله رائعه من الكوتشيات واسعار تحفه طبعا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، إن عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم فيديوهات تانية كتير، ومع السلامه.